وللمزيد من المتابعة حول عمليات التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي بدأت فعليا للمصريين في الخارج، تنضم إلينا الأستاذة عبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أستاذة عبير، كيف رصدت متابعة خاصة لإقبال المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؟ والله في اليوم الاول كان في توافد مش طبيعي، بالذات في الدول العربيه كان في اعداد كثيره جدا في الكويت وفي السعوديه وفي الاردن وفي بقيه الدول برضو، لكن اللي كان ملفت للنظر هي ان كان يوم مش اجازه بالنسبه للدول الاوروبيه وامريكا، ومع ذلك كان في ناس بتتوافد وبتجري باصواتها، وكان في عواصف وكان في جو صعب جدا، ورغم ذلك كان في سيدات وكان في كبار في السن، واللي كان ملحوظ ان كانت الناس كانت حريصه انه العائله تروح كامله، حتى بالاطفال الصغيرين كانوا واخدينهم معاهم وهم متجهين للسفارات والقنصليات. ما هي الرسائل إذن التي يصدرها المصريون من هذه المشاركه وهذه الاحتفاليه انجاز التعبير في عرس ديمقراطي لوعي سياسي باهميه الصوت وامانه الصوت؟ احساسهم ان هم جزء من الوطن حتى وهم خارج الوطن، وان ليهم الحق ان هم يصوتوا ويقولوا رايهم، وان يكون ليهم وان صوتهم دوت مهم للمصريين ان هم يسمعوه، وان هم يشوفوا ان هم ليهم حقوق بيمارسوها. ده اهم رساله هم كانوا بيوجهوها، ان هم رغم ان هم مش موجودين في الداخل الا ان هم يعنيهم الشان الداخلي ويعنيهم استقرار مصر. نعم أستاذة عبير، الوعي السياسي لدى المواطن المصري حتى بالنسبة للمصري المقيم في الخارج ودوره في رسم سياسات الدولة واشتراكه فيها، وأيضا الأولويات الملقاة على عاتق الدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة، كيف ترين هذه المشاركة والحرص من المصريين في الخارج؟ اهتمام الدولة بيهم وحرص الدولة ان هم يكون ليهم رأي وليهم صوت انتخابي، ده أهم حاجة الدولة قدمته لهم، وبالتالي هم حاسين إن هم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، وإن هم ليهم في الوطن زي أي حد عايش جوه البلد. فزي ما الوطن قدم لهم، هم حاسين إن هم عندهم واجب لازم يقدموه ناحية بلدهم، فخورين إن إحنا عندنا ديمقراطية وعندنا عرس ديمقراطي وعندنا انتخابات، بيوروا للناس هناك بره في الدول كلها قد إيه هم مهتمين وقد إيه البلد بتتطور. نعم أستاذ عبير، المشاركة السياسية والإدلاء بالأصوات في الانتخابات لن تقتصر على المصريين في الخارج بالطبع، لكن أيضا هتمتد للمصريين في الداخل في الأسبوع القادم. مشاركة الشباب والفئات العمرية المختلفة في هذه الانتخابات، ماذا تقولين عنها؟ أتوقع إن هيكون في إقبال كبير جدا الفترة اللي جاية، هيكون داخل مصر من الشباب، إدراكهم ووعيهم لما يحدث في الداخل، اهتمامهم، وكانوا بجود فرصة إن في أربع مرشحين، كان في برامج كتير استضافت النواب اللي هم رؤساء الحملات، وشافت البرنامج بتاع كل حمله، ده حدث غير مسبوق قبل كده، فده بالنسبه لهم تشجيع قوي جدا ان هم يبتدوا يجهزوا نفسهم ان هم ان شاء الله يشاركوا في الانتخابات الفتره الجايه. عمليات التسيير او التيسير في نفس ذات الوقت داخل المقار واللجان الانتخابية المختلفة، سواء من حيث أي ملاحظات تأتي إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة العمليات التي تتابع أول بأول صوت وصورة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أو حتى في المقر المختلفة من توافر تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة، لكبار السن، لمن لا يستطيع الإدلاء بصوته بشكل ميسر نتيجة الظروف الصحية؟ والله احنا لاحظنا ان السفارات والقنصليات بره وفرت كل سبل الراحه، وكمان كان عندهم فرصه للتصويت من الساعه 9 صباحا لغايه الساعه 9 مساء، يعني وقت طويل جدا يقدر في اي كل واحد يروح في الوقت اللي هو مناسب بالنسبه له. شفنا في كراسي للناس الغير قادرين، في تسهيلات، في ناس كثيره رصدنا انه الوقت قصير جدا، مجرد ما بتدخل القنصليه والسفاره بيخرج على طول، ما فيش عطله، فدي حاجات كلها تيسيرات للناخبين. نعم أشكرك جزيل الشكر الأستاذة عبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.